بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، ومع إطلالة العام الجديد، كل عام وأنتم بخير، واجعلها الله سنة خير على الجميع، وأن تكون سنة توافق ومحبة وسلام من الجميع، وتحديدا لفيلينا الهولندي. ناصر هو من صنعها في منتصف الملعب بشكل ممتاز. فاول الخطأ بينهم ميلان، كاريزما خاصة، شكل خاص. هذه الرسالة، يا لها من كلمة. رونالدو الذي حطمه بواقعية ومهنية، هذا اللاعب الأسطوري الكبير مباراة، واللي الآن يلعب مع نادي جنوة. كانت تلك هي المباراة الأولى لهذا الحكم. إعادة تنفيذ الخطأ. بوهين النرويجي الحاجي ومونديال ستويتشكوف مع بلغاريا، أعظم هداف في منتخب فرنسا. هي مسألة وقت يا أولي في جيرو، وأنت تعلم ذلك، تعلم أن مبابي إلا في لحظته وفي ساعته وفي يومه، ولن يأخذ رزق إلا قدر له وكتب له من الله سبحانه وتعالى. استحواذ 56 للميلان مقابل 44. بن ناصر، كرة أمامية، عن تاريخ عودة مينون لا يمكننا تسريع عملية التعافي. رغم أن مثل منتخب الهولندي لم يستطيع التعامل بشكل جيد مع اللقطة الماضية. بن ناصر، وخطأ لمصلحة إسماعيل. كأس العالم، والمكسيك من أكثر الدول اللي تأهلت لكأس العالم، ولكنها لم تتجرى. تصل النرويجي الآن. المباراة ستكون أجمل بالمزيد من الأهل. بصراحة هي عائلة مالديني التي قدمت الكثير. جمود في الشيء قتل لكل إبداع. الجمود في الفكر، الجمود في الثقافة، الجمود في العمل. تونالي، ميلان سيواجه روما في الجولة القادمة، الجولة المرتقبة، بطاقة صفراء على لسانة على ديارة. على كل بالي أنا ميلان رقم 2، الميلان رقم 3. الثاني، ذهبنا للأرقام كثيرة، للإحصائيات عالية عرضية. الكرة، جيرو، كرة، ثالث لميلان يستحقه.